كما أسدل الستار على أعمال الندوة العلمية التي نظمتها جامعة جمينة بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالبلاد. حضر الندوة عدد كبير من الدارسين والباحثين إضافة إلى أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وبحضور نائب رئيس جامعة جمينة الطيب إدريس حلولو. بحر الدين عبد الشافي. بعد مناقشات ومداولات استمرت يومين خرج المشاركون في الندوة العلمية التي ضمت العديد من الباحثين والدارسين من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وخاصة أساتذة جامعة أنجمين وكلية العلوم الاجتماعية، حيث تناولوا خلال الجلسة الجوانب العلمية والتنموية والبيئية وكذا التغيرات المناخية في المدن والأرياف وما يترتب عليها من مخلفات ضارة بالبيئة. ومن هذا المنطلق أقيمت الندوة العلمية لتسليط الضوء على الجوانب الأساسية التي تضر بالبيئة. نائب رئيس جامعة أنجمينة شكر الفاعلين الاقتصاديين وحثهم على متابعة البرنامج الاقتصادي، كما طلب من الدارسين والباحثين على تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع. كثير من الناس بتساءلوا عن دور العلوم الإنسانية. العلوم كلها يا إخوانا جاءت من أجل الإنسان، من أجل خدمة الإنسان. إذن كيف تتحول العلوم الإنسان إلى أداة فاعلة في المجتمع؟ تحتاج إلى هذه الندوات حتى نعكس أن مجموعة العلوم الإنسانية يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع وتطوره. تبقى الإشارة إلى أن مثل هذه الندوات العلمية التي ينظمها أساتذة الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد تقوي من قدرات الباحثين والدارسين في وضع الاستراتيجيات التي تخدم الوطن والمواطنين في المجالات العلمية المختلفة.